مساء الخير، ها نحن نبدأ الحلقة 16 من برنامج فريد الأطرش. في الحلقة الماضية توقفنا عند الإشكالية التي وقع فيها الأستاذ فريد في نهاية الأربعينات. تتمثل هذه الإشكالية في عدة نقاط. أولا، في عام 1946 دخل الأستاذ فريد في نزاع مع الإذاعة المصرية، طلب أن يتساوى في الأجر مع الأستاذ عبد الوهاب، ولما رفضت الإذاعة اتجه نحو استقلالية القرار الإنتاج السينمائي. في عام 1947 قدم فيلم حبيب العمر، وفيه قدم خطوطا لحنية جديدة، قدم مثلا خطا جديدا مع الشاعر مأمون الشناوي فيما سمي الأعمال الكبيرة حبيب العمر، ثم الربيع، أول همسة، حكاية غرامي. في الفيلم ذاته قدم مع بيرم التونسي خطا لحنيا آخر فيه الأغنية الشعبية القريبة من المسرح الغنائي، وفيه الاستعراض. ولكن في عام 1948 قدم الأستاذ فريد في فيلم ليس من إنتاجه، بينما فيلم حبيب العمر كان من إنتاجه، قدم مع الفنانة صباح إذن في بلبل أفندي خطوطا أخرى بدأ أنه فيها ينزلق. أولا، لم يستطع أن يقدم بمفرده عملا كبيرا لوجود الفنانة صباح. ثانيا، الكوميديا كانت مطلوبة، وهكذا قدم جرعة تمثيلية كوميدية متميزة، لكنها كوميدية بعيدة عن الصورة التي اختطها لنفسه في منافسة الأستاذ محمد عبد الوهاب. وهنا السؤال، ماذا كان يفعل الأستاذ عبد الوهاب في نهاية الأربعينات؟ ماذا كان يغني؟ ما هي الصورة التي قدمها لنفسه؟ يسأل الحاسوب عن هذا الموضوع. الفترة إذن بين 1940 و 1949، مثلا القالب في القصائد قصيدة، المؤدي محمد عبد الوهاب. هنا نكتشف أولا أن الأستاذ عبد الوهاب كان يؤكد على القصائد، ومنها مثلا الجندول، الكرنك، مضناك جفاه مرقده، دمشق، قالت، الفن مثلا، الخطايا، وهمسة حائرة. لنتابع قصيدة همسة حائرة ثم نجيب ما هي الصورة التي وضعها أستاذ عبد الوهاب لنفسه، والتي كانت تبتعد كثيرا عن صورة الأستاذ فريد الأطرش في أعماله السينمائية. أضنيت يا أسوان ما
ترقى ما دمعه وهجت فوق حاشا يسود حيرانا يبيد يودع سمع الليل عاطفة ضاق النهار بها ستان وكتمانا بشط النيل مجلسنا هل تذكرين بشط النيل مجلسنا نشكو هوانا فنفنا في شكوانا تنساب فيها مسات الماء أنتنا وتستثير شكون النهر نجوانا. كانت الصورة التي اختطها الأستاذ عبد الوهاب لنفسه صورة رصينة متناقضة مع الصورة التي اختطها الأستاذ فريد لنفسه للنجاح في السينما عبر التمثيل الكوميدي. هذه الصورة الرصينة كانت رصينة في الأداء في الشكل اللحني وأيضا في المضامين. ندقق في المضامين التي قدمتها قصائد الأستاذ عبد الوهاب في الأربعينات. هناك مثلا قصائد وطنية مثل الكرنك وكليوباترا، هناك قصائد فلسفية مثل لست أدري، قصائد لها علاقة بالملك مثل الفن وأنشودة الملك، ومثلا قصيدة التاجين التي تتوافق مع أنشودة السودان لأنها لها علاقة بمصر والسودان والملك، وقصائد عروبية مثل دمشق وفلسطين. إذن كان هناك رصانة في المضامين. السيدة أم كلثوم أيضا في نهاية الأربعينات اتجهت إلى القصائد مع شعر أمير الشعراء أحمد شوقي والحان الصنباطي مثل سلو كؤوس الطلة ثم سلو قلبي، وتوجهات جديدة قريبة من الغناء الديني مثل نهج البردة وولد الهدى. فعلا رصانة في الغناء العربي. وهكذا إذن توزعت المضامين بين الرومانسية والوطنية والتغني
بالملك فاروق، وأيضا المشاعر القومية والعروبية والمشاعر الدينية. الأستاذ فريد انتبه إلى هذا الواقع، أنه عليه أن يعدل الصورة، وإلا الهدف الأساسي والأسمى في التنافس وفي الاقتراب من قمة الأستاذ عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم سيصبح بعيدا تماما. وهكذا بحث عن نص يحقق له هذه المضامين الرصينة، ووجد ضالته في قصيدة نداء العلا التي كتبها الشاعر حسين شفيق المصري. في هذه القصيدة الصورة تختلط فيها المشاعر الرومانسية بالمشاعر الدينية والوطنية. هي قصة شاب موزع بين فتاته ووطنه، ويقول لفتاته: لا خير في من لا خير فيه لوطنه، ومن لا خير فيه لوطنه لا خير فيه لفتاته. ثم يقول لها: زوديني من حسن وجهك إني سامع في العلا نداء خفية. وهنا اقتراب من المشاعر الدينية ومن المشاعر التي تختلط فيها كل المضامين التي سبق وذكرت، مع ابتعاد عن المضامين الخاصة بالملك فاروق. هذه القصيدة كانت قدمت إذن بالنتيجة عندما كان العالم العربي يعيش مخاض نكبة فلسطين. يتابعها أولا مع المقدمة الموسيقية والتحليل الموسيقي عبر الحاسوب.
عبرت المقدمة الموسيقية في تناوب المرسل والموقع فيها عن تلاحمها مع النص، لأن هذا كان يعبر عن تضارب المشاعر في النص المغنى، وهكذا تلاحمت تماما مع جسم الغناء. في جسم الغناء الأستاذ فريد الأطرش يبدأ البيت الأول دون أي تقاطع بين الغناء والموسيقى. هو هنا يريد أولا أن يقدم الأسلوب التقليدي في تلحين القصيدة كما وردت منذ عهد عبد الحمولي، ثم أن يترك المعنى لكي يبرز من البيت الأول حيث هناك تضاد في المشاعر من البيت الأول، ثم يعود إلى موضوع التناوب والتقاطع مع الموسيقى لأن هذا فيه تجديد وللتعبير عن تضاد المشاعر. عجيب كيف استطاع الأستاذ فريد أن يجد هذا النص الذي احتوى المضامين التي شاعت في قصائد السيدة أم كلثوم والأستاذ عبد الوهاب في الأربعينات، محاولة لدخول مجال التنافس على قمة الغناء العربي. فبعد المشاعر الوطنية والمشاعر الرومانسية كما أسلفنا والمشاعر الدينية الموجودة في القصيدة، أيضا هناك المشاعر الفلسفية. أستاذ عبد الوهاب قدم قصيدة لست أدري وفيها معاني فلسفية واضحة. أستاذ فريد في بيت من الأبيات قدم المعنى الفلسفي عندما غنى: ليس معنى الصفا والحب لهو، فيه تفنى الحياة شيئا فشيئا. الحياة
في المقطع التالي تطرح فكرة التوازي بين الوطن والحبيبة. في تضاد واحد مع المشاعر الفلسفية التي قد تتشابك فيها المعاني يوضح فيقول: ما لنفسي حييت لكن لشعب أنا منه لولاه ما كنت حيا. ويتصاعد اللحن وتتصاعد السرعة للتعبير عن تصاعد العواطف الوطنية. ما لنفسي حييت حبي والبلاد حياتي.
في البيت الأخير تلخيص كامل لهذا التضاد في المعاني، فيرتاح اللحن أولا في تخافضه وهو يعبر عن الراحة التي يحس بها المحب وهو ينظر إلى وجه الحبيبة ليتزود منه، ثم يتصاعد اللحن للتعبير عن نداء العلا، العلا منها النداء ويتصاعد اللحن إلى العلا. كانت قصيدة نداء العلا إذن عودة للتنافس مع الأستاذ عبد الوهاب، ولكن سرعان ما أدرك الأستاذ فريد أن عليه أن يعود إلى أرض الواقع، إنه بحاجة للسينما. كيف يمكن أن يزاوج بين العودة للسينما وبين أن يقدم أعمال موسيقية مهمة؟ هنا كانت المشكلة، وكان عليه أن يجد الحل المناسب. وفكر الأستاذ فريد في حل. في هذه الفترة من نهاية الأربعينات كان مرتبطا عاطفيا بالفنانة سامية جمال، وكانت البطلة المطلقة بالضرورة لأفلامه، والواقع أنها فنانة في الرقص، وهذا أمر واقع يجب أخذه بالحسبان. وهكذا اتجه في أفلامه الأربعة إلى حل وسط. هذه الأفلام الأربعة القادمة مع سامية جمال هي أحبك أنت، عفريتة هانم، آخر كذبة، وتعالى سلم. في هذه الأفلام اعتمد أربعة محاور للتوجه. أولا تقديم الغناء الفرح والكوميديا والرقص، ولكن تقديم الفنانة سامية جمال في أسلوب راقص جديد يعتمد على موسيقى فيها تفكير موسيقي مختلف عن الرقصات المتداولة. هذا اتجاه أول. الاتجاه الثاني أن يقدم التقنيات المبهرة من أجل جذب الجمهور أيضا، ثم أن يطرح قصته في العلاقة مع الفنانة سامية جمال علنا كنقاش علني كما اعتاد منذ بداياته في السينما، وبهذا هو يشرك الجمهور في الواقع. وأخيرا محور رابع يسعى من خلاله أن يستقل عنها في تقديم أعمال كبيرة. سنتابع هذه المحاور محورا محور، ولكن قبل ذلك لنتساءل، الأستاذ فريد ارتبط بالفنانة سامية جمال في أفلامه وسعى لأن يتوافق مع وجودها، ولكن هي هل فعلت الشيء ذاته أم كأنها كانت حرة في التعامل مع الآخرين؟ يدقق مع الحاسوب في قاعدة أفلام سامية جمال. نجد أن الفنانة سامية جمال بدأت منذ عام 1945 مع محمد عبد المطلب، ثم قدمت أفلاما عديدة مع بشارة وكيم، نجيب الريحاني، محمد فوزي، عباس فارس، وهكذا. فعلا أفلام عددها كبير جدا. وبينما الأستاذ فريد نلاحظ هنا مثلا آخر كذبة فريد الأطرش، ولكن هنا عماد حمدي، أنور وجدي، كمال الشناوي، عبد العزيز محمود، وهو مغني، إذن منافس للأستاذ فريد، ومع ذلك تشترك معه خارج التعامل مع الأستاذ فريد. قد لا تبدو هذه النقطة هامة الآن، ولكن ستثبت أهميتها لاحقا. المهم لنبدأ الآن مع هذه المحاور الأربعة، بداية مع محور الرقص. و
وهنا الأستاذ فريد سيقدم سامي جمال في أسلوب من الرقص التعبيري الجديد الذي يسمح له بتقديم أعمال مؤلفة موسيقيا وتقديمها في صورة مختلفة عن الراقصات الأخريات. سنتابع إذن هذه المحاور الأربعة التي تحدثت عنها في الأفلام الأربعة التي شكلت هذه المرحلة، وهي أفلام أحبك أنت، عفريتة هانم، آخر كذبة، وتعالى سلم. ضمن محور الرقص التعبيري المتمازج مع التأليف الموسيقي، أستاذ فريد في فيلم عفريتة هانم يقدم رقصة كهرمانة، وهو يعتمد هنا على الامتدادات الصوتية المؤداة على آلة الكمان مع التطريب مع آلة القانون المنفردة، ويقدم عملا موسيقيا إذا عزلنا عنه وجود الرقصة فإننا نقول إنه عمل موسيقي يمكن أن يستمع إليه دون رقص. لإثبات هذه الفكرة، ها هو في ختام هذا العمل الموسيقي أو هذه الرقصة يتباطأ اللحن لدرجة أن كهرمانة تنام وهو ينام، إذن هو ليس أصلا بالرقصة وإنما عمل موسيقي. وإذا عمقنا التحليل الموسيقي فإننا نجد أن الأستاذ فريد يعبر عن هذا التضاد بين فكرة التأليف الموسيقي وفكرة الموسيقى المقدمة للرقص أي للرقصات، وهنا نجد أن امتدادات آلة الكمان التي ترد في هذه الرقصة أو في هذا المؤلف الموسيقي تعبر عن التأليف الموسيقي، بينما الإيقاع الموازي لها يعطي بنبضه توجها نحو الرقص. وفيما بعد قدم الأستاذ فريد الأطرش معزوفة توتة على اسم الفنانة سامية جمال في فيلم حبيب العمر، وضمنها هذه الامتدادات الصوتية على آلة كمان التي تتوازى مع نبض الإيقاع للتعبير عن أن توتة أو سامية جمال كانت راقصة شرقية ولكنها كانت أيضا راقصة متطورة وتعبيرية. يتابع مع الحاسوب.